يظهر عليه راجل طماع. 500 جنيه مهر ده كتير قوي. وسابكة وفارس وفرخ كل دي قلق سابك؟ دي حرام. يعني اعمل ايه يعني؟ اصرف نظر؟ لا اسماعيل، ميس يغسل. طيب انت رايك ايه يا ميري؟ انت مش بتحبي فوزيه؟ اه طبعا بحبها. اوكي، تقدري تستغني عنه؟ لا طبعا ما اقدرش استغنى عنها ابدا. يبقى لازم تقملي خرب عشان تتجوزه وتاخده في بيتك. حرب ايه بس يا ميري؟ واحنا كنا خلصنا من حرب هتلر لما عمل كمان حرب اسماعيل ياسين. ايوه خرب، لازم خرب. حرب ازاي يعني يا ميري؟ مادام بتخبوا بعض، اختفي فوزيه على حصان ابيض واجروا كوسوا سوا سوا. حصان ابيض؟ لا بس ده عايز له اكل وعايز له نظافه وتبن وشغلان. انا الحرب هتبقى بيني وبين نفسي، هشتغل على قد ما اقدر ليل مع نهار لغايه اما اجمع فلوس واديها لابوها اللي قلبه اقسى من قلب هتلر، وربنا يقويني انا بقى.